وحيد، وجوده ببقى وحيد، منعزل عن العالم بس بالعالم محيط. السوشيال ميديا هو اكيد عندك مثلا لفوائد كتير بس الضرر اكتر بكتير. بنمسك موبايلاتنا بالساعات ما بنحسش بمرور الوقت وبننسى الاساسيات. بنشغل وقتنا بالفوضى حتى وقت العبادات، بيلهينا عنها بكتير مستجدات. السوشيال بتتطور كل لحظة وبتشدنا ليها في المساوئ، علمتنا تضييع الوقت والعزلة والتخفي وكل شيء سايب. غفلتنا وبتغفلنا وللتوحد بتاخد بإيدنا. السوشيال ميديا دمرتنا بسبب اهتمامنا بيها، اتشلت حركتنا، اتشلت عقولنا والتفكير بكرة. بسببها بقينا شخصيات وهمية. من ضمن مساوئها تدمير الخلايا المخية وغيره من الأمراض الجسمية. السوشيال ميديا سلاح للشخصيات الاستغلالية، استغلال الناس واستفزازهم مقابل مبالغ مادية أو أفراد انتهازية. منها بينتهك الخصوصية والحياة الخاصة بقت عامية. المفروض يسموها سلاح الدمار الشامل لأنها بتبني حياة مجتمعات وشعوب بالكامل. السوشيال ميديا على المستوى الشخصي دمرتني، عرفت من عليها أشخاص بالحياة فنتني، كونت صداقات وهمية من أشخاص مستغلين. عانيت كتير بسبب ناس مؤذية، كانت صحوبية سوء من شخصيات وهمية. مرت السنين وأنا مخدوعة ومصفية النيل، ما خونتش لحظة وكنت بصفي النيل. كنت تسد ومش فاهمة الدنيا، بعد سنين طويلة مرت بقيت متجاهلة الناس من حواليا. بقت الميديا بالنسبة لي حاجة مش ضرورية، بقيت بخاف أعرف ناس وفضلت الوحدة وبقيت انعزالية. بقيت بفكر في الانتقام والحزن سيطر عليا، بقيت ساكنة في دور الضحية. ولجأت للسوشيال ميديا لابدأ انتقامي، لقيتني برضو الضحية. تعبت وزادت أحزاني لما عرفت إني مش قوية، واتكررت العملية، ابتزاز وإهانة وتهديد من نفس الشخصية الوهمية اللي مع مرور الوقت عرفت كتير عن واقعها في حياتها الشخصية. وكل ما كنت بعرف الحقيقة كنت بنصدم، إزاي أنا كنت انده ضحية. لجأت ربنا زي العادة بس زودت دعوتي شوية، لقيت الزمن جالي بالوهم يعتذر، وأنا من صفاء النير قلت يا ندم وكبر. لكن اكتشفت بعدها إن غلط حسن النير. علاقتي بالسوشيال كانت متعقدة، كلها ألغاز وأحداث وأشخاص متفبركة. كل الصداقات ما دامتش لأنها كانت بلا استثناء مؤذية. أنا بالسوشيال ميديا ضحية.